بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني في فيديو جميل. هقول لك على سر زيادة الاوزان. زي ما احنا شايفين كده قدامنا خلطة جميلة جدا لزيادة الوزن يا جماعة، وعبارة عن مكونين، يعني مكونين معانا في زيادة الوزن النهاردة. ومش بس كده، مش بس زيادة وزن، ده كمان مطهر معه كويس جدا. عندك اسهالات، عندك اي مشكلة في الفراخ ان شاء الله هيحلها. ومش بس كده كمان، ده يا جماعة العناصر اللي احنا حاطينها النهاردة في الخلطة معانا هتعالج للسموم، لان السموم دي مشكلة كبيرة جدا، وهعملك عنها فيديو مخصوص مهم جدا. بس الاول اعرفك بنفسي، انا محمد رضا طبيب بيطري، غرض الارتقاء وان افهمك تربية دواجن. وزي ما شايفين الشغل اللي احنا شغالين بيه، بص يا جماعة الفرخة بسم الله ما شاء الله. بص الفرخة ده يا جماعة عمر 17 او 18 يوم، مش متذكر اليوم بالظبط، هو 17 18. شايفين عاملة ازاي الفرخة يا جماعة؟ وزنها كيلو، وانا هوريكم ان شاء الله في الفيديو الجاي هنوزن وهنشوف كل ده بفضل ربنا، ثم بفضل الاهتمام، ثم بفضل الاعشاب والشغل اللي احنا شغالين بيه. واكيد الناس اللي متابعه معايا مطلعه الاوزان ديت، لان احنا بنفهم تربيه دواجن، لانك تربيه الفراخ دي فهم والله العظيم، مش مجرد خلطه بتحطها وبس. الخلطه يا جماعه عشان ما نطولش عليكم عباره عن البرتقان وعنصر تاني. هنقول الاول البرتقان ايه اهميته وليه انا اخترت البرتقان، لان البرتقان يا جماعه غني جدا بالفيتامينات، يعني عنصر البرتقان ده مليان كله فيتامينات، وغني بصوره كبيره جدا جدا جدا، زي فيتامين A وفيتامين G وفيتامين C وفيتامين B، مجموعه فيتامينات B كلها موجوده في البرتقان. ومش بس كده، ده كمان غني بفيتامين K. طيب فيتامين A مهم جدا، او الف مهم جدا، لو انت كان عندك اسهالات او عندك مشكله كوكسيديا او كوليستريديا او مشكله في المعوي وعالجتها، مهم جدا بعد العلاج تدي فيتامين A، لان فيتامين A بيساعد الفرخ ان هو يعمل على تجديد الخلايا اللي اتكسرت وباظت جوه جسم الفرخ. مش بس كده، ده فيتامين K بقى اللي هو كاف، بيساعد على تجديد الخلايا دي، وبيساعد لو في جروح جوه الامعاء فعملت لي اسهالات بني والالوان اللي احنا بنشوفها واحمر والالوان الكتيره ديت، ففيتامين كاف بيساعد على التئام الجروح اللي جوه الامعاء ديت. ومش بس كده يا جماعه، ده كمان البرتقان، ودي هنا بقى الفكره، في سكر، هو يحتوي على سكر، والسكر اللي بيحتوي عليه ده يا جماعه بيساعد الفرخ ان هو ياكل، يعني بيفتح شهيه الفرخ، يبقى بدل ما باكل 100 جرام هياكل 200 جرام، بدل ما بزيد 100 جرام في اليوم هيزيد 200 جرام. فهنا ده السر، ده السر فعلا. ومش بس كده كمان، ده زي ما قلت لكم البرتقان يا جماعه غني جدا بالعناصر زي المنجنيز والنحاس، والعناصر دي انت ما تستهونش بيها، ده العناصر والفيتامينات هي اللي بتدور للفرخ، هي اللي بتشغله. انت كانسان او الفرخ اللي قدام منك من غير الفيتامينات والعناصر ما يقدرش يعيش، ما يقدرش يعيش اطلاقا. فانت ما تستهونش بحاجه ديت. مش وكمان يا جماعه نفهم ان البرتقان نحطه ازاي. الناس بتقطعه وتحطه للفراخ، لا الفراخ مش هتاكله، انت هتعصر لي البرتقانه وتحط البرتقانه في الخلاط وتعصرها، هتديك فنجان زي كده او مج كبير زي كده. طيب هنعمل ايه في المج ده؟ حلو قوي المج، ما تقلقش يعني هيكفي عندك، لو عندك 100 فرخ 150 وهكذا، عندك 200 اعصر برتقانتين مفيش اي مشكله. طيب الحاجه اللي احنا الثانيه اللي احنا حاطينها على الخل يا جماعه، وهي اللي احنا حاطينها على البرتقان، وهي الخل. انا حاطط برتقان وخل، حاطط على المج ده يا جماعه 20 سم خل، 20 سم، يبقى انا عصرت برتقان وحطيت عليها 20 سم خل. طيب يا دكتور محمد وعملنا ايه تاني؟ عملنا ايه تاني؟ ان الخل ده يا جماعه مهم جدا جدا جدا، الخل ده اقوى مطهر معوي، اقوى مطهر معوي. عندك اسهالات هيعالجها لك ان شاء الله. ومش بس كده، ده عندك اسهالات بني، اسهالات مدممه، اسهالات كاني ماني، كل الاسهالات اللي تتخيلها الخل بيعالج لي المعوي كويس جدا. ازاي بقى يا دكتور؟ احنا عايزين نفهم ليه؟ احنا متعودين منك يا دكتور محمد ان احنا نفهم ليه. الاول نصلي على افضل خلق اجمعين سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اي حبيب قلبي، الخل ده حمض اسمه حمض الاسيتيك، والحمض ده البي اتش بتاعته قليله، يعني حامض، يعني بيلسع، يعني قاتل للبكتيريا او بكتيريوسيدال. فهو قاتل البكتيريا، لما يخش جوه الامعاء بتاعت الطائر يوقف لي نمو البكتيريا اللي جوه، البكتيريا عماله تتكاثر وتعمل لي مشاكل في الفرخ، لا ده يروح قاتلها كلها. فهمنا كده، فهمنا ليه الخل مهم جدا. وكمان الفرخ بطبيعته سبحان الله ربنا مخليه يفرز حاجه حمض برده في الحويصله بتاعته اسمه اتش سي ال، ده وظيفه الحمض ان هو يقتل الميكروبات برده.
لكن الخل بيساعد بقى ال HCL ده يا جماعه. فاحنا نفهم تربيه دواجن هنرتاح. نشترك مع دكتور محمد في القناه ونتابعه في القناه تحت الفيديو. انزل حط لايك جميل واشتراك اجمل عشان تفهم تربيه الدواجن، لان زي ما احنا عارفين كل الخرطات اللي بنعملها دي من غير ما تكون مهتم بالفرشه، من غير ما تكون مهتم بالتهويه، من غير ما تكون مهتم بالحراره عندك، فكل الخلطات دي ملهاش صنف اللازمة. لازم تكون مهتم بالثلاث حاجات دول علشان تنجح. وانا بحذرك من استخدام الخل، لان في ناس كتيرة بتستخدم الخل يقول لك ايه ده الخل جميل جدا. لا، انت ممكن تستخدم البرتقان كل يوم مفيش عندي مشكلة، او من عمر كام، من عمر اسبوع، اشتغل بالخلطة دي من عمر اسبوع لحد البيع مفيش اي مشكلة. لكن يا جماعة كتر استخدام الخل بيعمل لي حاجة اسمها نيفرايتس. الخل ده مضاد سموم جميل جدا، تمام، حلو قوي لو في سموم ناتجه من العلف، من 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 هضم وتكسير العلف بينتج عندي سموم. فالسموم دي يا جماعه الخل بيضيل عليها، بيكسر هالي ويطلعها لها عن طريق الكليه. لكن لو زودت بقى جرعه الخل هيعمل لي التهاب في الكليه، بسميه نيفرايتس، يعني التهاب في الكليه. طب التهاب في الكليه دكتور محمد بيعمل ايه؟ هتلاقي الفرخ ميت على ظهره ومره واحده عمال يتشقلب ومات. تلاقي الفرخ كلها سليمه، مش عندك اي اعراض ولا اي مشاكل، والفرخ اللي مات سليم وكويس، بس فجاه مات. تسال ايه السبب دكتور محمد؟ هو انا غلطت في ايه؟ ده انا مهتم بالتربيه وشغال زي ما قال الكتاب. لا، انت في حاجات في الاعشاب، ما شغل الاعشاب والشغل ده ممكن يضرك وممكن يفيدك، فاحنا نفهم ليه. زي الخميره بتعمل لك اسهال وبتبهدل لك الدنيا، وانا هقول لك ازاي نستخدمها في الفيديو الجاي. فلو انت مش مشترك معايا في القناه، اشتراك جميل ولايك اجمل للفيديو عشان يصل كل جديد منا، وعشان كمان تفهم تربيه الدواجن. غرض ان انا افهمك وان شاء الله نفهم مع بعضينا وننجح سوا. وعايز اقول لك يا جماعه الخلطه دي هنحط منها 5 سنتي 5 سنتي على من 5 ل 10، يعني حط 5 سنتي على لتر الميه. كفه المج ده، كفه الساعات اللي عندك، اتس اوكي، جميل جدا. طب ما كف طب لسه باقي معاك في المج ده لسه فيه، هتعمل ايه؟ هتروح جايب كمان 5 سنتي وموزعهم على الساقيات، يعني من 5 ل 10 سنتي مش هيفرق معاك مشكله. طيب المشكله في ايه؟ المشكله فيك انت. انت افهم تربيه دواجن هتنجح. ما تحطليش الخلطه ديت وانت معيش للفرخ في بيئه لا تصلح لعيش اصلا الجراثيم والبكتيريا. ده البيئه اللي انت عاملها للفرخ، البكتيريا مش اصلا، يعني البكتيريا نفسها قرفانه تعيش فيها. لا، انت ظبط درجه حراره، ظبط الفرشه، اعمل خلطات دكتور محمد، اشترك مع دكتور محمد، اسال دكتور محمد، هنستفاد. واعمل لكم انا جروب للتليجرام، والجروب ده عشان تنضم فيه لازم تبقى مشترك معايا في القناه. فانت انزل اشترك في القناه وانا هضيفك لجروب التليجرام. بس يا جماعه عايز اقول لكم حاجه جميله جدا، احنا ان شاء الله بيكم بنستمر. المشكله كلها فيك انت. انت لو عاوز تنجح، النجاح منك انت، ونقص الاوزان والمشاكل اللي بتحصل في الفراخ برضو منك انت. فانت افهم هترتاح، افهم هتنجح، افهم هتكسب كتير. وانا هو يا جماعه شايل السقايات اهو، تمام، يعني السقايات اهي، انا شايل السقايات عشان ايه؟ احط الخلطه دي ان شاء الله، هحط الخلطه دي ان شاء الله على السقايات، وهرجع لكم تاني. بس يعني انا مش عايز اطول عليكم في وقت الفيديو، عشان كده قلت اصور لكم الفيديو على طول، مش هفضل اوقف والفيديو ياخد وقت طويل، لان الناس بتشتكي من الوقت الطويل. طيب كده احنا وصلنا للنهايه، استودعكم الله في فيديو قادم احلى واجمل بكتير باذن الله تعالى. ولو انت لحد الان مش مشترك معايا في القناه، فاشتراك جميل ولايك اجمل. بيكم ونستمر بيكم، ربنا بيوفقنا ويكرمنا جميعا. نختم موضوعنا بالصلاه على افضل خلق اجمعين، سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.